فيما يتعلق بالمسيرة وما الذي تبعها بعد المسيرة. اللي قلناه هو الحقيقة، يظهر لي اليوم في الندوة الصحفية عرضنا لكم صوتا وصورةً عمليات المنع الممنهجة والمتعددة اللي تمت ممارستها على مواطنين ومواطنات من العاصمة ومن كل أنحاء تونس الكبرى وأيضا من الولايات الداخلية. وزارة الداخلية خدمت كذراع لقيس سعيد لكي تبعد عنه شبهة أنه ما عنده شعبية وأنه الشعب ملتف حول الدستور الحر. خدموا من قبل بأيامات وريناكم وسمعناكم التسجيل أنه فما مسؤولين أمنيين هرسلوا وكالات الأسفار، فضلا على الهرسلة الممنهجة اللي صارت في الصباح واللي توثقت صورا وصورة على المباشر. أكثر من هذا وريناكم على المباشر الترسانة الأمنية القمعية بالمتراك متاحة بالضرب متاحة بوسائل العنف متاحة اللي تمت ممارستها على مناضلي ومناضلات الحزب الدستوري الحر وقت اللي طالبوا امام الهرسله اللي صارت لانصارنا وللناس اللي حابه تدخل للمسيره. طالبنا انه يجينا وزير الداخليه والا احنا نتوجهوا له لوزاره الداخليه للاستفسار على هالعمليه هذه الاجراميه اللي صارت ضد مسيره اللي هي لاول مره اقتلعنا مكتوب واضح من والي تونس انه مصادق عليها، وبالتالي ما كان فما حتى موجب لشيء اللي عملته الوزاره وتجنيد الاذرع نتاعها. وريناكم ايضا الصوت والصورة المغالطة الكبرى اللي قامت بها أغلب مش ما نقولش كل وسائل الإعلام حول فض إضراب الجوع بالقوة وباستعمال البوليس، ورغما عن إرادتي اللي تسبب لي في الأضرار اللي هزتني للمصحة واللي عدينا توا تقريب جمعة ولا أكثر وأحنا نسمعوا أنه إضراب الجوع تم فضه نظرا لتدهور الحالة الصحية لعابير موسي على إثر الجوع، واللي هذا أدى للتهكم اللي ريناه في المنابر وأدى لاقتراف جرائم كبيرة ضد شخصي ولعنف سياسي ومعنوي خاصة ممنهج اللي هو تم ماذا ممارسة. تطالبون من هؤلاء؟ احنا بالنسبة لنا بالنسبة لوسائل الاعلام بعد الحقائق اللي وريناها لكم وبثيناها لكم مباشرة طالبين انه يتم بث الفيديو اللي ينشر الحقيقة متاع الاعتداءات الامنية اللي صارت على مناضلي ومناضلات الحزب في المسيرة، عمليات المنع وتوثيق الشهادات متاع المواطنين اللي هما قالوا على المنع هذية واللي خذيتوا بعض وسائل الاعلام وما عديتوش، ولهنا انا نتسائل كيفاش يجيو وياخذوا شهادات ومن بعد ما تتعداش علاش ما تعديتش، وايضا على طريقه فض الاضراب نتاع الجوع عبر البوليس وعبر العسكره وعبر تجنيد الامنيات اللي ما نعرفش منين جابوهم اللي هما شدوني واللي وصل حتى الاعتداء على حرمتي الذاتيه وتصويري رغما عني من طرف ناس مجهولين وهذايا ثابت. طالبين البث نتاع الحقيقه وطالبين اعتذار للحزب الدستوري الحر ومناضليه على المغالطات اللي توا نشرت بين العموم، وطبعا على مستوى المغالطات اللي عملتها السلطه والاعتداءات اللي عملتها السلطه شكايات بالجمله ستقدم ضد قيس سعيد توفيق شرف الدين مدير اقليم الامن بتونس ورئيس منطقه باب حر، هذوما اللي هما ووالي تونس بالطبيعه اللي هذوما يعني مارسوا كل انواع الاعتداءات المعنويه وخرق القانون وتعطيل حريه التنقل وتعطيل عمل نتاع الحزب ونشر الاخبار الزائفه لدى العموم والتعذيب اللي عملوه والاعتداءات اللي عملوها. هذه توا فريق الدفاع كما قال لكم الاستاذ كريفه اتلقى شهادات كتابه، خلينا عبد المنافر باش يوثق كل الحقائق وكل الفيديوهات وكل الصور. سمعتوا على المباشر الشهاده نتاع الطبيب اللي هو كان مباشر ليا واللي قال لكم عمليه التعذيب اللي تعرضت لها على مستوى الاستنزاف الجسدي اللي سعت له الوزاره، وايضا كيف ما قلنا لكم احنا قاعدين نراو في موجه كبيره هجمه كبيره من المغالطات لتقزيم الحزب الدستوري، اخرها اللي صدر البارح على قيادي من قيادي ما يسمى حركه الشعب اللي يتهم الحزب الدستوري الحر انه يعتمد خطاب مزدوج وانه باش يرشح غواصات. اليوم صبينا شكايه جزائيه ضده واعطينا للقضاء ما يفيد ان الحزب الدستوري الحر مصدر مذكره كتابيه وصلت لكل قياداته وهياكله في وسطها اننا نتبرأ من اي شخص يخالف قرار الحزب بعدم الاعتراف بالانتخابات، انه احنا لا نزكيه ولا نلموا تزكيات ولا نترشحوا ولا نروجوا ولا نصوتوا
واحنا حتى اي شخص يقولون مجرد اعلن نيته انه باش يلم تزكيه تم تجميده واعطينا القرارات للقضاء. اذا احنا حزب عندنا مصداقيه، حزب كي قلنا لن نعترف بهذه الجريمه هذا صحيح، يحبوا مصرين يحطونا في نفس السله احنا والاخوان اللي معروفين بالخزعبلات هذه مش جديده عليهم، هذه الاصرار نتاع تشويهنا ونتاع تقزيمنا ونتاع تحريف مواقفنا للراي العام اصبح جريمه ممنهجه. وبالتالي اشكيه تقدمت ضد محمد المسيليني، وتقدمنا ترخيص الفرع المحامين بتونس تبقى مرسوم المحاميه باش نقدموا شكايه ضد ليلى الحداد اللي تقول انه اضراب الجوع جاء على خلفيه انه تمت اثاره الدعوه نتاع تمويل المسيرات. هذايا الكلام اللي هو قمه التشويه وقمه الكذب على المواطنين، كيف كيف هذايا ماناش ساكتين عليه. ايضا مشينا نشوفوا في القضايا ترسانه القضايا اللي هي تمنع التوانسه. اليوم كان القضاء الاداري يعلن ايقاف تنفيذ مرسوم الانتخابات الكارثي، تونس تمنع من جريمه الدوله اللي يعمل فيها قيس سعيد. كان القضاء الاداري ينظر لنا في ايقاف تنفيذ دعوه امر دعوه الناخبين للاستفتاء، رانا ماناش في الوضع اللي احنا فيه توا. المؤسسه تاع المحكمه الاداريه مشلوله تماما. تصوروا هاو رجال قانون ونساء قانون يسمعوني، كيفاش مطلب ايقاف تنفيذ يتقدم من 4 ماي الى اليوم 25 اكتوبر لا يتم النظر فيه، مش حتى يرفضوه كيما انت بت فيه وانظر فيه، لا لا ينظر فيه، يقول لك لا زال عند الرئيس الاول ومشى للتحقيق. اذا قدمنا شكايه لدى التفقديه العامه لوزاره العدل ضد الرئيس الاول المحكمه الاداريه اللي اليوم يقوم بشل مرفق العداله والمحكمه الاداريه اللي هي مخوله بالنظر في النزاعات ضد الحاكم بامره وضد هيئه الانتخابات، وطلبنا فتح تحقيق في عمليه الشل هذه اللي يعمل فيها، خاصه وانه معين من طرف قيس سعيد كرئيس المجلس المؤقت نتاع القضاء الاداري، وبالتالي هو يخضع لسيطرته وسلطته، وطلبنا رفع الحصانة عليه واحالته على القضاء. سيده عبير لحظه، التحركات المقبله اللي قلناها لكم، الشكايات هذه وفضلا عن ذلك تقدمنا بشكايه رسميه للمفوضيه نتاع الامم المتحده لحقوق الانسان، وفما فريق خاص من جنيف تعهد بالملف وتم الاستماع الى ممثلي الحزب وخذوا كل المؤيدات وكل الوثائق وباش نتبعوا الشكايه هذه. اليوم احنا عندنا وقفه احتجاجيه امام الهيكله اللي هي مستقيله من دورها في التعديل الاعلامي. اليوم انا نعمل في المونيتورينج تقريبا كل جمعه 10 ايام، وريتكم ان وسائل الاعلام مقسومه بين منظومه ربيع الخراب والدمار لو الممثله في حركه سيدهم الشيخ وكل من تحالفوا معها في العشريه السابقه، وبين منظومه الحاكم بامره اللي زارع المحللين في كل المنابر واللي زاد هو ماخو الكم الاخر. الحزب الدستوري الحر اللي هو يمثل فئات واسعه من الشعب التونسي، وهذه حقيقه لا تسند له مده في الاعلام، وكل ما يذكر يذكر لتقزيمه او تشويهه او التعتيم عليه. وبالتالي الهيكه اللي هي تقدمنا لها بشكايات سابقا، طلبنا منها انها تنظر في قضايا تبييض الارهاب وتبييض العنف ضدي انا وضد الحزب، ما نظرت في حتى شيء. بعثت لها مطالب نفاذ للمعلومه باش ناخذ ملفات قانونيه تاع بعض الاذاعات اللي وريتكم انه فما تمويل من جمعيات تاع رضا الجوادي وغيرها، فما اللي مؤسسات تجاريه اللي هي فيها اطراف اجنبيه، هذا الكل والهيكله مستقيله باش نعملوا الوقفه. حاجه ثانيه، اليوم اللي واضح هو انه فما المنظومه اللي هندست ربيع الخراب والدمار الاول في 2011، ومنظومه اللي قاعده تهندس في ربيع الخراب والدمار سنين، والعركه ما بينات المحاور اللي صايره اليوم في العالم والعركه اللي صايره حول العالم وبالطبيعه باش تمس المنطقه نتاع المغرب العربي وباش تمس تونس، اليوم ما فماش بيانات مبدئيه مطابقه لمبادئ الشرعيه الدوليه. اليوم باش تفسر انه بيانات باهته تصدر على الاتحاد الاوروبي، تصدر على برشا يعني قوى اللي هي فيها تدخل في الشأن الداخلي، لكن ما فيهاش تذكير بأمور مبدئية. احنا نرفضوا في مواجهة مباشرة معهم طبعا، لأنه بعثنا اليوم محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ إلى مركز كارتر اللي هو مركز اجنبي موجود في تونس مكلف برقابه الانتخابات. بعثنا المرصد الشاهد واللي باعاك الائتلاف اللي وريناكم انه الان دي اي المعهد الوطني الامريكي مولهم باش ينجموا يراقبوا الاستفتاء والانتخابات على دفعات الى مارس 2023، وبعثنا المراقبون وبعثنا العتيد، قلنا لهم ان تزوير العمليه وعدم شرعيتها ما يستحقش نستناو 17 ديسمبر باش تحلوا السنادق، هي مزوره من اليوم باعتبار انها مخالفه للمعايير الدوليه
قضية هذا ثابت، مرسوم انتخابات غير قانوني، مرسوم اللي مسمى كسب المرأة، مسمى كسب الشباب، قسم بدل التقسيم تاع الدوائر الانتخابية في ليلة المباراة، بدل نظام الاقتراع ليلة المباراة، هذه كلها ممنوعات وخطوط حمراء في مدونة حسن السلوك الانتخابي وتقرير لجنة البندقية اللي تونس ملتزمة بها وباتفاقياتها مع مجلس أوروبا ومع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، تجعل أن المنظمة هذه كان باش تكون حقيقة صادقة في تطبيق القانون. احنا ما نحبوش التدخل الخارجي في شؤوننا نتاع الاقتصاد ونتاع نعطيكم فلوس مقابل كذا، احنا نحبوا تطبيق الشرعية الدولية. اليوم طلبنا منهم انهم يعلنوا عدم شرعية الانتخابات لهذه الأسباب، طلبنا منهم عدم التمويل أو قبول أي تمويلات خارجية لتمويل عملية رقابة نتاع انتخابات غير شرعية، وحملناهم مسؤولية انهيار المنظومة الدولية والشرعية الدولية اللي متمسكة بها القوى العظمى باش تحكم بها في العالم، لأنه اللي صاير اليوم في تونس اغتصاب للجمهورية التونسية وانتهاك للإرادة الشعبية على مرأة ومسمع من الجميع، وقاعدين توا هالقرض اللي يعملوا فيه وما حبوش ينشروا لنا الاتفاقية، واللي أنا إضراب الجوع كيف قلت من أبرز المطالب نتاعو أنه ينشروا المشروع ميزانية 2022، ينشروا مشروع ميزانية 2023، وينشروا لنا مشروع وثيقة صندوق النقد الدولي. هذا كل يتغطى عليه على خاطر فما صفقة قاعدة تطبخ اليوم، اللي تونس جيعانة، الشعب التونسي في حاجة للفلوس، فما ربما محاولات نتاع بيع نتاع مؤسسات عمومية أو إصلاحات اللي هي موجعة، الحكومة ما تحبش تصارحنا بها، يخرجوا لنا توا قطرة قطرة، قاعدين نتعرضوا لجريمة على مرأة من العالم. سيد عبير، في سياق آخر من هذه الندوة الصحفية.